باردة الجامعة المزواقية هذيك كما كتشوفوا هي باردة الجامعة الزواق، طلعة ديال سامسة هي هادي بلاكا، غير طلعة ماشي بعيدة بزاف من هنا، غير فالطلعة غير شوية هالموقع، هادي جامع مزواق، هانتوما كما كتشوفوا الموقع جامع مزواق، الطلعة فالطلعة ديال حي سامسة ماشي بعيدة بزاف، غير طلعة غير شوية من هنا. المهم هنا كيتواجد كلشي، السوق، مدرسة، المهم اللي بغيتو صراحة، الحي مروج شعبي ممتاز، فالطلعة هادي ماشي بعيدة بزاف، وهالموقع. هاباردي ديال جامع مزواق، موقع صراحة الله مزيان وقريبة زعما من كلشي. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا مزيانين، كنقول لكم مرحبا بكم في اجونسي موبيلي ريسبكت، كنقدموا جميع الخدمات العقارية وما كان عندنا شي شرط زعما اللي كنطلبوا الناس حتى كيتجنبونا، بالعكس حنا المصداقية والمعقول كلشي. الطريق الرئيسية هي هادي، كاين واحد الطريق عتاود من هنا ديال 3 المترو، 3 المترو وضربعة تمشى من هنا، الطريق الرئيسية هي كما كتشوفوا، كاين هنا 1500 مترو، كاين 500 مترو ديال الأرضية هادي مع هاد كبير جات في الطول كاملة، ومعها الدار هادي، هاد الدار هادي فيها 100 مترو، هي أنا دابا في السطح ديالها، معها باتيو ودار كما كتشوفوا جات واجهة عند على الشارع. وعندها باتيو من تما وجهه جات على الجرده ولا على حساب هاد الارض هادي اللي بغى يبنيها. 500 مترو الثمن ديالها 1250 درهم للمترو، وكاين مفاهمه هادي 500 مترو، وهادي 1000 مترو هي هادي، ها 1000 مترو حتى هي هادي كامله، 1000 مترو هي هادي اللي كتشوفوا، الثمن ديالها 1150 درهم للمترو وكاين مفاهمه ملكية عند الطريق من هنا ديال 3 المترو عطلع حتى الشارع الرئيسي، و 4 المترو عتمشى هايدا. ها نتوما حنا دابا قريبين الشارع الرئيسي، هذا الشارع ديال سامسة، ها نتوما الأرض، وهذه الطريق اللي من تحت جامع مزواق التحتانية، هاهي الطريق الرئيسية. أرض صراحة الله الثمن جد مناسب في موقع، واللي بغى يديها كاملة 1500 مترو مرحبا، تاهي كاين فيها مفاهمة في الثمن، هادي 500 مترو مع هاد الدار هادي مع هادشي كامل مع هاد البير، هذا البير الماء كتعاود حتى للقاع، و ألف من جهة من ديك الشجرة، هاد الشجرة هادي حتى ليه 1000 المترو، الثمن فيها مناسب صراحة الله، وفي موقع جات مزيان. الطريق الرئيسية هي حداك، السوق حداك، كلشي حداك، المدرسة جات في موقع مزيان، الثمن فيها مزيان. ها الناس كتبني هذا كامل بني جديد، اللي بغى شي واحد يدير له بليز بشي حاجه، بشي بارت ما عنده ولا بشي طوموبيل ما عندوش الكماد الفلوس، مرحبا حتى بليز مرحبا. الطريق 4 مترو هي هادي، ديك الارضية اللي هنايا، هاي دابا ديك الطريق ديال 4 مترو عتمشي كاملة 4 مترو، كاملة عتمشي من هنا 4 مترو، كاملة عتمشي معدلة هيدا، كاملة عتدخل 4 مترو، ديك الارض في كاين ديك الشجرة هي كاينة ديك الارض، كاملة عتمشي 4 مترو، و 3 مترو عتعاود من الشارع الرئيسي، خليكم مع الفيديو. الطريق الرئيسية هي هادي، هاملين الا بغيتي عندها جوج داخلات تكون عندها، الطريق 4 مترو هي هادي، هادي كامله كتمشي 4 مترو، وها الطريق الرئيسي ما بعيداش بزاف، غتكون 3 مترو هو دام تما. خليكم مع الفيديو نوريكم الموقع بالضبط، حنا دابا الطلعه ديال سامسه جامع مزواق، الطلعه ديال سامسه
هانتوما البني كاين، كلشي هاد البني جديد. هانتوما الشارع الرئيسي، هذا كامل بني جديد. كاين مدرسة، كاين اللي بغيتي هنا في سامسة جامع مزوق. الحمد لله السوق كلشي قريب، مدرسة الجامع، ها الطريق الرئيسي. هنا نوريكم ديك الأرض بالضبط، شوفوها. هانتوما جولة في سامسة، هذا كامل بني جديد. ثمن الارض صراحه الله مناسب، انا كنشوفو كاين مفاهمه في الثمن. ها هي ديك الارض، عتاود من هنا 3 متر. هذا حتى هاد الارض ديالهم تبعهم، وما خرجوا من الطريق ديال 3 متر. عتاود من هنا 3 الشارع الرئيسي، عتخرج من هنا 3 متر، وديك الارض هي هذه اللي قبلتنا، كامله اللي قبلتنا. 1500 متر مقسومه، 500 متر و1000 متر. هانتوما الشارع،